السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين كذلك مثل أمس متجه للبحر، استغل هالأيام هذه، وهالمرة طلعت أبكر، يعني جهز شغلي والله الحمد صلينا الجمعة، والحين بروح للمكان، يعني يونس قاعدة وحداك، يعني المكان مو ذاك الصيد، لكن بس مجرد القاعدة يعني وحركة وقطة السنارة والأرزاق عند الله. الله إن شاء الله يسهل أمرنا ويوفقنا في هذه الطلعة الثانية بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا مكاننا وقطعنا السنارة. والله كريم اليوم، هوا شمال بالوجه، لكن الشمال زين، ترجع منا خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول صيدة بجوة وحجم طيب، لكن حلوة سحبتها، راح نرجعها إن شاء الله. Thank you.
هذه آخر قطة قرب وقت الحظر ضيف اليوم هو طلعنا بجوتين زين. هذه آخر قطة والله كريم. هذا ساعدني شوي ما بين شيء وما شاء الله الناس اليوم الجبهة تروس المكان ساكن السكيات لكن الراحة والوناسة يعني هذه حالاتها تطلع على قولك راكب سيارتك معاك سنارتك تجي سيفك تحذف سنارتك تقعد على الكرسي وتشرب شايك من مطارتك بس هذه كافية الحمد لله إن شاء الله نشوفكم طلعت ثانية.